ماذا يريد الله منك؟ أقام السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل. وبعدين يأتي الإنسان ليلعب. مر ابن جريج على قوم يلعبون فقال لهم لما تلعبون؟ قالوا فرغنا، يعني كنا اللي كان في وظيفة واللي كان بيشتغل مش عارف، فرغنا. قال أقال الله عز وجل فإذا فرغت فالعب، ولا قال إذا فرغت فانصب؟ انصب أي قف لعبادة ربك. هذه وظيفتك الأولى والأخيرة، أن تكون عبدا لله عز وجل، أن تكون عبدا لله عز وجل. فضيل بن عياض مرة لقي رجلا فقال له كم مضى من عمرك؟ قال له الرجل 60 عاما. فقال له الفضيل أنت منذ 60 سنة وأنت سائر إلى الله، وأنت سائر إلى الله. فقال الرجل إنا لله، وما العمل يا أبا علي؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، إنما الأعمال بالخواتيم. كل يوم بيعدي صفحة تطوى من عمر الإنسان، ويقترب من أجله يوما، مش بيبعد. النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وجنة الكافر هي الدنيا بالنسبة للكافر، حتى لو كان في الضنك هي بالنسبة لما ينتظره من الجحيم جنة. فدول ناس عايشين للدنيا فقط، لا يعرفون شيئا عن الآخرة. فحياته الدنيا، كل ما يعدي سنة من حياته يحتفل انه هيموت، قرب يموت يعني، يحتفل انه هيموت. ده أشياء انتقلت إلينا من الكفرة، ولا يحل مطلقا لمسلم أن يحتفل بعيد ميلاده. إنما المسلم العاقل إذا مر يوم، لا أقول سنة كاملة، إذا مر يوم أو مرت ساعة أو مرت لحظة، يقف مع نفسه ماذا قدمت لنفسي؟ قم وحيدا ماذا قدمت لنفسي؟ كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، ماذا قدمت لنفسي؟ قم فقد حان الرحيل. قبل أن يقف المرء على شفير النار ويقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ما عادش بقى في مهلة، ولا عاد في رجوع، ولا عاد في اعتذار، ولا الكلام ده. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. أقول رب ارجعون، ربنا عز وجل إنها كلمة هو قائلها، يقول كما يحب. أهي كلمة بيقول ارجعون، ارجعوني مرة أخرى لأعمل صالحا. لا راحت. العاقل اليقظ هو الذي ينظر كل ليلة ماذا فعلت، وهل كنت عبدا لله كما ينبغي، هل ارتكبت المعاصي؟ ارتكبت معاصي كذا وكذا وكذا. المعاصي دي يلزمها توبة، إذا كانت في حق الله عز وجل يلزمها توبة، إذا كانت في حق العباد يلزم أنك أنت ترجع للعباد الحقوق بتاعتها، أو تتحلل منها، أو تتحلل منها. وهو هتكون متصور يوم القيامة أن في حد هيحن عليك، أبدا. الحنان اللي في القلوب ده ينزع من الناس يوم القيامة إطلاقا، لا حنان ولا عطف ولا أي حاجة. كل يقول نفسي نفسي بدءا من الرسل. فهذا يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فمنهم شقي وسعيد. منهم شقي